لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشًا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. خواتيم سورة قاف، ندعو الله أن يبارك في الوقت حتى ننتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم هنا إيه؟ خبرية وليست استفهامية. يعني لو قلت لكم: كم دارس حضر اليوم؟ استفهامي. طيب، كم من محاضرات شرحنا وما ذكرت؟ خبري، صح؟ يبقى السياق بيوضح إن كانت كم خبرية أو استفهامي. وهنا كلمة كم تدل على الكثرة الكاثرة، يعني كتير، عدد كبير. كم زي احنا حتى عندنا بتعبير، نحن بنقوله ايه؟ اكم من ناس عملوا الايه؟ الناس بتقولها طبعا غلط، اكم بيحطوا لها همزة مش عارف ليه، فبقول لك اكم من ناس عملوا الحكاية دي وايه ونفعت معاه، مش كده؟ مش مشهورة عندكم دي؟ لا، احنا بنقوله كم، تمام كده؟ طيب، زي بالضبط كلمة كأن، الناس بتقولها أكن، مش كده؟ بيلخبطوا ليه الكلمات، خدت بالك؟ طيب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. أهلكنا، الإهلاك يحتمل ايه؟ مجرد الموت، يعني مجرد الموت يسمى ايه؟ اهلاكا. ما الدليل؟ مين؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى اذا ايه هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وان من قرية الا نحن ايه مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وكم أهلكنا قبلهم، قبل مين؟ قبل قريش، ماشي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. جملة من قرن موقعها إيه من الإعراب؟ ما هي جر ومجرور، بقول لك موقعها مش اعرابها،
في فرق بين الإعراب والموقع من الإعراب. الإعراب بتقول لي من حرف جر وقرن مجرور بمن وعلامة جره ليه الكسرة الظاهرة. ها أحسنت يا مولانا، في محل نصب إيه؟ تمييز. يعني وكم أهلكنا قبلهم قرونا، مش كده؟ لأن من إذا دخلت على النكرة تفيد إيه؟ العموم نصا، زي ما بينا قبل ذلك إن النكرة في سياق الإثبات أو النفي تفيد الإيه؟ العموم احتمالا، احتمالا أغلبيا، لكن إذا دخلت عليها من خلاص نفي الاحتمال تماما وتكون مفيدة للإيه؟ للعموم نصا. تمام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن مفرد وجمعه إيه؟ قرون. والقرن هو المدة من الزمان أو الجيل من البشر، مدة من الزمان. البعض قال 80 سنة، البعض قال 70، البعض قال 50، لكن الأشهر أن القرن إيه؟ 100 سنة. ولو قلنا القرن هو الجيل من البشر يبقى ممكن ما يوصلش 100 سنة، ممكن يبقى 50 سنة 60 سنة، مش هتحسب بالسنين، هتحسب بالأجيال، كلما مر جيل يبقى هو ده كده قرن. ونفس الكلام في الحقبة من الزمن، لابسين فيها أحقابا أي قرونا. تمام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم، الضمير ده يعود على مين؟ قرون السابقة. أشد منهم التانية بقى تعود على مين؟ على قريش. تمام ممتاز. بطشا يبقى عربها ايه؟ بطشا. ها طب اللي قال تمييز واللي قال نعت واللي قال حال ليه؟ ما تنفعش مفعول مطلق. ها نعم يا شيخ، ممكن تبقى تمييز مبين للنوع. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فاء الفاء دي ايه؟ تفريعي، بناء على يعني اخبارنا باهلاكهم نقبوا، كانوا قد نقبوا في البلاد. ولذلك في غير القرآن حذفت كلمة كان، يعني التقدير في غير القرآن ايه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن كانوا هم أشد منهم بطشا، عشان كده جت أشد اللي هي الخبر جت إيه؟ مرفوعة، لأن ما فيش كان، لكن لو في كانوا كانت هتبقى إيه؟ منصوبة على أنها خبر لكان. كما قال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إيه؟ كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. نقبوا، النقب اللي هو الايه؟ الخرق أو الطريق، خدت بالك؟ نقبوا الخرق أو الايه؟ الطريق. تعرفين قصة ايه؟ صاحب الايه؟ النقب. طيب، فنقبوا في البلاد هل من محيص. هل دي أداة استفهام، ما الذي يفيد الاستفهام هنا؟ ها
الإنكار، وبالتالي هيكون بمعنى الايه؟ النفي. يعني ما من محيص، بدل في غير القرآن يعني هل من محيص، يعني ايه؟ ما من محيص. فلماذا عدل عن النفي المباشر إلى الاستفهام الذي يفيد النفي؟ ما السر في ذلك؟ ليه؟ قالوا لأن هذا أبلغ في النفي. واضح؟ الاستفهام الإنكاري اللي هو بمعنى النفي أبلغ من النفي الايه؟ المباشر. طيب، الواو وكم موقعها ايه من الإعراب؟ إما أنها عاطفة وإما أنها استئنافية، تنفع الاثنين. وكم استئنافية على أساس أنه كلام جديد بعد ما يتكلم عن خلق الإنسان ويوم القيامة والجنة والنار، فاتكلم بعد كده كلام جديد عن إهلاك القرون السابقة. ده قول. قول الثاني لا، ده الواو ديت ايه؟ عاطفة. طب بتعطف على ايه؟ ايه على ايه؟ بتعطف كم اهلكنا قبلهم من قرن على ايه؟ هم في لبس من خلق جديد. هنرجع ورا خالص اهو. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وممكن تكون معطوفة على ولقد خلقنا الإنسان، تمام؟ طيب، عشان كده يا جماعة المناسبة واضحة. يعني إيه؟ يعني لو أنت بتقرأ في غير القرآن خدت بالك ومشيت الآيات كده هو زي ما سمعنا، ها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. المعنى إيه؟ المعنى متصل، خدت بال حضرتك؟ لكن وضع هذه الآيات من الآية 16 للآية 35 20 آية، مش كده؟ بين ده وده، ده بيسموه ايه بقى؟ بيسموه ايه؟ بيسموه إيه؟ التصدير او اعادة العجز على الايه؟ على الصدر، او كما نقول عود على ايه؟ على بدء. والكلام ده هيجي لنا الان تاني في آية ايه؟ ولقد خلقنا الانسان ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. حجلنا هنتكلم عنها تاني. مثال تاني هو لمسألة التصدير أو عود العجز على الصدر. وحجلنا تالت عند قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وضي أوضح حاجة في عود العجز على الصدر زي ما هنعرف إن شاء الله. واضح كده يا جماعة؟ فهل من محيص وكما هلكنا قبلهم من قرن مشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ المحيص اللي هو الايه؟ المهرب والمفر. والإهلاك للقرون السابقة منهم من ماتوا ومنهم من ايه؟ من عذبوا، أهلكهم الله بالعذاب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم ايه؟ من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم إيه؟ من أغرقنا.
فإما الإهلاك بالموت، وده بيشمل طبعا كل القرون ويشمل المعذبين وغير المعذبين، يا إما الإهلاك بالعذاب، وده كده بيبقى مقصور على المعذبين وعددهم كبير جدا. يعني في بعض الأخبار أن الناس يبعثون يوم القيامة 70 أمة، أنتم 70، يعني أنتم آخر أمة المتممة 70. تمام يا جماعة؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، إن طبعا محتاجة مبتدأ وإيه وخبر. طيب فين المبتدأ بتاعها؟ ها؟ لذكرى، مش كده؟ واللام الداخلة عليها بيسموها المزحلقة أو الموطئة للقسم، وهي تفيد التأكيد. وفين الخبر؟ مقدم اللي هو الجر والمجرور في ذلك. طيب ذلك معروف ان دي إشارة للإيه؟ للبعيد. فما المشار إليه بكلمة إيه ذلك؟ الإهلاك. طب ليه أشير إليه بذلك؟ تم الآية جنب الآية، لا نظرا للمعنى، لأن القرون اللي أهلكت بعيدة، مش كده؟ بعيدة. والأقرب من ذلك أن ذلك إشارة لما إيه؟ لما ذكر في السورة كلها. إن في ذلك المذكور من الكلام عن القرآن والكلام عن أدلة البعث والكلام عن إهلاك الأمم السابقة والكلام عن خلق الإنسان ومحاسبته على أقواله وأفعاله والكلام عن يوم القيامة وعن الموت وعن الجنة وعن النار. إن في ذلك لإيه؟ لذكرى. يعني ذكرى موعظة، ها؟ وعبرة. طيب إن في ذلك لذكرى، كلمة ذكرى موصوف وصفته مقدرة، تقدير إيه يا جماعة؟ ها؟ إن في ذلك لذكرى إيه؟ كافية. يعني لو ما فيش موعظة غير سورة قاف كافية، تكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر إيه؟ قراءتها في المحافل، يوم الجمعة أم هشام بنت حارثة تقول إنها حفظت السورة دي من لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بها على المنبر يوم الجمعة من كثرة إيه؟ تكراره لها صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في العيدين، ها؟ وكان يقرأ بها في صلاة الفجر. ليه؟ عشان الموعظة. إن في ذلك لذكرى. بس الذكرى دي لمين؟ مين اللي هينتفع بيها؟ وذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين. سيذكروا إيه؟ من يخشى. ها؟ وفي الآخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فاللي هينتفع بالذكرى مين؟ الذي يخاف الله عز وجل. طيب هنا الآية بتبين لنا إضافة أخرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى لمين يا جماعة؟ لمن كان له قلب. هل يوجد أحد ليس له قلب؟ ها؟ أيوة أحسنتم. يبقى في تقدير هنا لمن كان له قلب إيه؟ حي.
شفت ازاي؟ يبقى هنا ايه اللي حصل يا جماعة؟ ذكر الموصوف وحذف الايه؟ الصفة لدلالة السياق عليه. ذكرى كافية، قلب حي، ماشي، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو هنا نعم شيخ، قلب فسرها ابن عطية بالعقل. وطبعا مذهب أهل السنة أن العقل إيه؟ في القلب. والآية واضحة تكاد تكون نصا في المسألة في سورة إيه؟ الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب إيه؟ يعقلون بها. واحد يقول لك لا، ده العقل في المخ، يبقى المقصود القلب اللي في المخ بيشير على المكان اللي فيه العقل في المخ إنه قلب، وعقلك في راسك تعرف خلاصك، والعقل في الراس مش في الكراس. تيجي ختام الآية يقول لك ايه؟ ولكن تعمى ايه؟ القلوب التي في الصدور. نص حطها جنب بعض كده، واضح يا جماعة؟ يبقى لو في غير القرآن قلنا كده اهو، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، القلوب التي في الصدور. واضحة جدا أن العقل إيه؟ في القلب. تمام يا مولانا؟ هتقول بقى فاهمة، هتقول بقى قول براحتك بقى كده. طيب، أو ألقى السمع، أو الأصل يا جماعة فيها إيه؟ التخيير أو التقسيم، مش كده؟ ده الأصل فيها. وأحيانا تأتي إيه؟ عاطفة بمعنى الإيه؟ الواو. وأحيانا تأتي بمعنى بل التي تفيد الإيه؟ الإضراب. حد يجيب لي مثال لأو اللي تيجي بمعنى بل؟ 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. أحسنت. نعم، أو أشد قسوة، بل، ماشي، جزاكم الله خير. أو عابر سبيل، ممكن تبقى بقى الإيه؟ لا، هتبقى بمعنى الواو، هتبقى هنا بمعنى الواو، أو عابر سبيل هيغلب عليها معنى الواو، يعني كون في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، والله أعلم، ده من الاحتمالات يعني بتاعتها. طيب، بعد ما عرفنا الأصل في أو، إنها ممكن تفيد ثلاث حاجات، العطف زي الواو، أو الأصل فيها التخيير، وقد تأتي بمعنى بل الإضرابية. هنا أو بتاعتنا هنا اللي في الآية عندنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا، دي تفيد التخيير أو التقسيم، تفيد التقسيم، خدت بالك؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان من كان له قلب قسم، والقسم الثاني ايه؟ الذي القى السمع وهو ايه؟ شهيد. يبقى كده صنفين بناء على القول اللي بيقول انها او بمعنى واو العاطفه، هيبقى كلهم واحد، القى السمع لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، يبقى صنف واحد. يعني اللي هيتذكر اللي له قلب حي ويلقي السمع، يركز كويس في الاستماع ويجمع سمعه وكليته على الاستماع، وهو شهيد من الشهود وهو الحضور، ده على القول بالعطف. لكن على القول بالتقسيم هيبقى صنفين، ويبقى من كان له قلب حي حاضر، الثاني ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. ويقولون بقى إيه؟ إن الناس كده صنفين، زي ابن القيم ما بيقول، ها، الناس صنفين، من كان له قلب، ها، لا يحتاج إلى تأمل،
مجرد أن يلقى عليه الأمر على طول إيه؟ يتذكر ويتعظ. وهذه قلوب الصديقين، خدت بال حضرتك؟ والصنف الثاني قلبه طيب وكل شيء، بس أقل من الأولاني، يحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل وتفكير وإلقاء السمع والانتباه، وأن يجتمع بكلياته ولا يشغله شيء عن الاستماع. واضح الفرق؟ طيب. أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع، هو السمع ده إيه يا جماعة؟ السمع يعني ليس شيئا ممسوكا باليد حتى يلقى، إن الإلقاء بيفيدني معنيين، من أعلى إلى أدنى وبقوة، مش كده؟ يعني أنا مثلا المايك ده لو أنا سبته كده وجع على الأرض، هل هذا إلقاء؟ لا. ليه؟ لأن من أدنى، من أعلى إلى أدنى، بس ما فيش أي قوة. لكن لو أنا رحت عامله كده أهو ورحت هبده في الأرض، يبقى ده كده اسمه إيه؟ واضح كده يا جماعة؟ ها؟ وألقى الألواح، صح؟ تمام؟ أنتم معانا كده يا جماعة ولا إيه؟ طيب، فالسمع هل هو آلة أو شيء ملموس أو ممسوك باليد؟ ها؟ يلقيه الإنسان؟ طبعا لا. طيب أمال إيه؟ ألقى السمع ده استعارة دقيقة، إنه شبه السمع بالشيء الذي يلقى. طبعا الشيء لما بيلقى على شيء بيؤثر فيه ويتأثر به، مش كده؟ فبيجمع سمعه ولا يشغله شيء، كأنه جمع سمعه وجعله كأنه قطعة وألقاها ليتعظ وينتفع بالإيه؟ بالذكرى. أو ألقى السمع فين؟ إلى المتكلم، مش كده؟ ولذلك في بعض التفسيرات تقول إيه؟ إن ده فرق بين القارئ والسامع، لمن كان له قلب اللي هو بيقرأ، التالي الذي يتلو القرآن، أو ألقى السمع اللي بيسمع القرآن. واضح؟ ده من ضمن الإيه؟ التفسيرات لها. وهو شهيد، شهيد صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعيل. صيغة مبالغة من إيه؟ من شاهد، اللي هو اسم الإيه؟ اسم الفاعل. تمام؟ شهيد من الإيه؟ من الشهود اللي هو الحضور. مثل قوله تعالى والذين إيه؟ لا يشهدون الزور. يعني إيه لا يشهدون الزور؟ لا يحضرون أعياد المشركين. من شهد الجنازة فله من صلى، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. شهد يعني ايه؟ حضر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هنا الشهود بمعنى الايه؟ الحضور. يبقى وهو شهيد وهو حاضر، حاضر القلب، حاضر البدن، او على الاقل حاضر القلب. ولا من الشهادة، وهو شهيد يعني شاهد،
من الشهادة. البعض قال المقصود بالذي ألقى السمع وهو شهيد أهل الكتاب، لأنهم يشهدون على صدق القرآن مما جاءهم فين؟ في التوراة والإنجيل. ربنا عز وجل يقول إيه؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه إيه؟ شاهد منه. البعض فسرها أنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أسلم بسبب أنه رأى صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فهو شاهده. وفي سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، اللي هو القرآن يعني إيه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، اللي هو عبد الله بن سلام برضه، فآمن واستكبرتم. يا رجل يهودي هوت شهد للقرآن إنه صدق وحق وآمن. شتوا بتقولوا أهل الكتاب أقرب إلى الصواب منكم، وأي حاجة بتروحوا ترجعوا فيها لأهل الكتاب. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبعدين أخبركم بأنه رسول من عند الله ونزل عليه القرآن، رجعتم لأهل الكتاب، ماذا قال لكم أهل الكتاب؟ صدقوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم فعلا ده رسول، ده رسول آخر الزمان، خدت بالك؟ فطبعا لما قالوا لهم كده ده بيهدد مصالحهم، الكبارة بتاعتهم والسيادة والتجارة في الأصنام، ده كده جاي يلغيهم خالص. فعلى طول قالوا لا انتوا كمان غلط يا أهل الكتاب. وقال الذين كفروا ايه، لن نؤمن بهذا الكتاب اللي هو القرآن ولا بالذي بين يديه الكتب السابقة. خلاص كده يبقى على كيف. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا شهيد من الشهادة أيضا، بس الشهادة يوم القيامة، الشهادة يوم القيامة. وفي الحالة دي من المراد بالشهيد على هذا القول الثالث؟ ثلاث أقوال، إما إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سواء كان شهادته على أمتي أو على الإيه؟ الناس جميعا. وإما هذه الأمة لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. يبقى ثلاث أقوال، إما إنه الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمة، أو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الناس جميعا، أو إن هذه الأمة شهداء على إيه؟ على الناس. طبعا كل الأقوال دي بعيدة، حكاية معنى الشهادة يعني، سواء كان أهل الكتاب أو الأقوال التانية دي، لكن الصحيح والراجح أن شهيدا أي حاضر أو ألقى السمع وهو إيه؟ وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تمام كده؟ ثم يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ده مثال آخر للتصدير يا جماعة، اللي هو عود الايه، العجز على الايه، على الصدر. هنا الآية بتخبر عن خلق السماوات والأرض، ده العجز اللي هو الآخر، فين الصدر بقى اللي بتعود عليه الآية؟ لا 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 لا، ارجع ارجع ورا، لا لا ارجع كمان، ده انت هترجع 30 آية كم تقريبا يعني. ها ايوه، بتقول ايه الآية؟ افلم ينظروا الى الايه، الى السماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد لكل عبد منيب. فجاءت هذه الآية تذكر بذلك، تمام، تذكر بذلك. يبقى ده من باب عود الايه، العجز على الايه، على الصدر، او عود على بدء، او التصدير، سميها زي ما تسميها. تمام. طيب الآية دي يا جماعة رد على مين؟ على اليهود. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما بيرى ان سورة قاف كلها مكية الا ايه، الا هذه الآية نزلت في المدينة، عشان اليهود كانوا فين؟ في المدينة. لكن يا جماعة الاصل، بل نقل كثير من المفسرين الاجماع على ان سورة قاف كلها ايه، مكية. طب ولو قلنا ده نزلت في اليهود، ما هو كان في تواصل بين أهل مكة واليهود. هو السؤال عن الروح وذي القرنين وأهل الكهف كان إمتى يا جماعة؟ كان في مكة. طب السؤال ده جاء منين؟ خلاص من اليهود، أنت واخد بالك؟ فكان في تواصل بين أهل مكة واليهود، بالذات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول يبعث لهم، ها نعملوا إيه؟ نخلوا إيه؟ نسووا إيه؟ نتصرفوا إزاي؟ خدت بالك؟ كانوا بتواصلوا معاهم. فلا مانع ان الكلام ده يكون حصل من اليهود، خدت بالك، وفي الفترة المكية، بالذات ان هذا موجود في التوراة في سفر التكوين، حيث قالوا كذبا على الله: ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح فيه. ايه رايكم في اليوم السابع؟ ها؟ عشان تعرفوا بس اليوم الايه؟ شوفوا وراء الأكمة ما وراءها، ماشي كده؟ وصلت حلوة دي، ها؟ عجبتك؟ فنزلت الآية ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني إيه؟ ما مسنا من تعب. إنسان لما بيجري كتير أو بيبذل مجهود كبير بيشعر بالتعب وينهج، وهو ده اللغوب. وما تعبنا حتى نستريح. تمام؟ طيب ولقد خلقنا السماوات والأرض. الواو هنا ممكن تكون عاطفة أو استئنافية زي ما ذكرنا، واللام موطئة للقسم، يعني والله لقد خلقنا السماوات والأرض. طب وهل يحتاج هذا إلى مؤكدات؟ يعني اللام مؤكدة وقد مؤكدة، ودخلت على الفعل الماضي تأكيد آخر، واخد بالك؟ وبعدين وما مسنا من لغوب تأكيد، وبعدين خلقنا بنون الايه، العظمة، واخد بالك؟ هل هذا يحتاج إلى تأكيد؟ لا، لا يحتاج إلى تأكيد. طب ليه المؤكدات دي كلها؟ كأنه تنبيه عنيف ليه؟ للمشركين، يا ناس يا اللي ما بتفهموش، انتم مش شايفين السماوات والارض؟ هل من خالق غير الله؟ حد ادعى خلق السماوات والارض غير الله؟ انتم شايفين اهو، الذي خلق السماوات والارض قادر على ايه؟ على بعثكم من جديد. افعينا بالخلق الاول، بل هم في لبس من خلق ايه؟ جديد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. إيه وما بينهما؟ اللي بين السماوات والأرض كله، سواء بين السماوات والسماوات، بين السماء والسماء،
أو بين الأرض والسماء أو بين الأرض والأرض، كلمة وما بينهما عامة تشمل ده كله. معروف أن فوق كل سماء ملائكة وخلق، وفوق الأرض مخلوقات كثيرة ومجرات وملك واسع. السماوات غالبا تأتي في القرآن مجموع، والأرض تأتي مفردة. طب هل الأرض سبعة ولا لا زي السماوات؟ نعم، الله عز وجل يقول هو الذي خلق سبع سماوات انطباقا، خلق سبع سماوات ومن الأرض الراجح ان مثلهن يعني سبعة زيها، بدليل الأحاديث سبع أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض بغير الحق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ليه أفردت الأرض في القرآن وجمعة السماوات غالبا في السماء بالإفراد؟ مثقال ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ دي مواضع قليلة، لكن غالب المواضع أن تجمع السماوات وتفرد ليه؟ أولا ده جريا على لغة العرب، أنهم كانوا يجمعون السماوات ويفردون الأرض، لكن والله أعلم، لأن الأرض محسوسة لنا، أما السماء فهي غيب عنا. يعني إيه السماء غيب عنا إزاي؟ الضوء الأزرق الذي يرى فوقنا، هل هذا هو السماء؟ لا، ليس هذا هو السماء. أمال فين السماء؟ لا، ده هناك. تعرف أن أنت بينك وبين الشمس 93 مليون ميل، والشمس تخترق هذه الأميال كلها في ظلام دامس، لغاية لما توصل لغلاف الغلاف الجوي بتاع الأرض على ارتفاع 200 كيلو تقريبا، بتبدأ تنعكس أشعة الشمس على الغازات الموجودة في الغلاف الجوي في الأرض فيحدث الضوء. يعني انت لو كده جيت في عز الظهر كده وركبت صاروخ كده وطلعت بيه بره الغلاف الجوي، مجرد ما تطلع من الغلاف الجوي تجد ظلاما دامسا. طب والشمس جايه من ايه؟ مش الشمس بتتخلل ده كله؟ مش الشمس وهي الضوء بتاعها جاي كده نازل علينا، مش بيتخلل المسافه دي كلها؟ طب لماذا هي مظلمه؟ احنا عندنا شبيه بكده او يعني تقريب للمعنى ده اشعه الليزر. انت عندك الاشعه العاديه مثلا اذا كانت لمبه عاديه او كشاف او كده، لما بتضربه كده في الضلمه بيبقى عامل خط نور كده لغايه لما يوصل هناك. اشعه الليزر لا، صح ولا ايه؟ اشعه الليزر ما بتظهرش الا اذا انعكست على جسد، مش كده؟ يعني لما بتنشن كده بأشعة الليزر، الخط النور اللي في السكة ده بتاع الكشاف العادي ما بيبقاش موجود. انت متخيل معايا ولا ايه؟ فده شبيه او قريب، يعني مثال تقريبي لنزول أشعة الشمس على مدار 93. هي مولانا ها؟ طب شوفوا يا جماعة صاحب العربية دي يشوفها، ودايما اللي يركن عربية ياخد باله من الحكاية دي، عشان بس يعني انت وانت بتركن ما تبصش لركنتك انها كويسة، قبل ما تبص لده بص ان انت بتأذي الناس. لازم تركن في مكان اول حاجة تفكر فيها ألا تعطل غيرك، انما انت شايف حتة فاضية وضل تجي ركن فيها وخلاص، وما لكش دعوه بحد، دكان مغلق هيتفتح كمان شويه،
حد مثلا راكن وعاوز يعدي انت قفلت عليه، واخد بالك؟ طريق للناس، لا خلي بالك، إماطة الأذى عن الطريق يا جماعة من شعب الإيمان، ما بالك انت اللي تعمل الأذى في الطريق؟ نعم. ايوه شفت بقى. تمام. كنا بنقولوا ايه؟ شعر الليزر. شعر الليزر ايه اللي وصلنا لشعر الليزر؟ طيب الشمس. طب ايه اللي وصلنا للشمس؟ السماوات. يبقى احنا يعني الله اعلم ان جمع السماوات، لان السماوات كلها في الحقيقه ايه؟ غيب لنا. وافراد الارض لان دي الارض المحسوسه لنا. ايه قولوا مع العربيه بس يا اخو خلاص لو تبعنا صاحبها ينزل، مش تبعنا يبقى ابعته للناس، قول له مش تبعنا. مش معقول واحد مش حافظ رقم عربيته. انا عن نفسي حافظ رقم عربيتي 42. تمام. طيب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فاصبر على ما يقولون. الفاء دي يا جماعة ايه؟ خلي بالك، الفاء دي يا جماعة ايه؟ تفيد التفريع. التفريع بتفرع ايه على ايه؟ بتفرع الصبر على اذاهم. يعني اذا كانوا يعني اذوك فتفرع عن هذا الاذى ان تصبر على ما يقولون. إذا كان بقى قول اليهود إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، أو قول المشركين في الطعن في القرآن أو باتهامك أنك مجنون أو ساحر، أي نوع من أنواع الأذى اصبر عليه يا محمد، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا إيه جميلا. خدت بالك؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا ايه داود ذا الايدي انه ايه اواب. فهذا دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر على اذى اعداء الاسلام. وممكن تكون الفاء فصيحة. ايه الفاء الفصيحة؟ يعني التي تفصح عن شرط مقدر. خلي بالك، انت عارف ان انت لما بتجيب جملة شرطية من ضمن صور الجواب بتاعتها ان بتبقى الجواب بتاعها ايه؟ مقترن بالايه؟ بالفاء. فالفاء الفصيحة كأنها بتجيب لك جواب الشرط فقط، ويبقى الشرط اللي هو الأداة وفعل الشرط مقدرة. يعني تقدير الكلام في غير القرآن، اذا كانوا آذوك يا محمد فاصبر على ما يقولون. اصبر على طول، معلش ناسي. العربية تاني؟ عربية تنية يا اخو. مش معقول كده يا جماعة والله. 35-68 تنية. عربية غيرها؟ ما هو احنا قاعدين بقى العربيات. طب العربية الأولانية طلعت تبعنا؟ لا. والتانية تبعنا. طيب صاحبها بقى هيتحول تحجيج عشان لازم ياخد بال يا جماعة. يعني انا مش عاوز اتكلم بس عشان التسجيل لازم نحافظ على المكان.
ونحافظ على ان الجيران يفرحوا بمجيئنا، مش نعمل لهم ازعاج. لازم نحافظ على المكان يا جماعه بهدوءنا، بركن السيارات، بالاحسان الى الجيران، باي حاجه. معلش يعني دي مش محتاجه تنبيه، كلكم يعني ما شاء الله مشايخ كبار. مش فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. التسبيح ده بمعنى ايه؟ هل بمعنى الصلاة؟ طب هي الصلاة تسمى تسبيحا؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما كان مسافرا وقصر الصلاة فقالوا له يعني ألا تصلي الراتبة؟ قال لو كنت إيه؟ مسبحا لأتممت. بناء على هذا إن التسبيح بمعنى الصلاة، يبقى دي كده الصلوات الخمس. إزاي؟ قبل طلوع الشمس اللي هي إيه؟ الفجر، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه المغرب والايه والعشاء. يبقى دي الخمس صلوات. فإن قال قائل هذه السورة مكية ولم تكن قد شرعت الصلوات الخمس، على هذا القول يكون هناك جوابان. أول جواب أن هذا توطئة للصلوات الخمس، أنها تشرع بعد كده وشرعت في مكة فعلا في رحلة الإسراء والمعراج. الجواب الثاني أن التسبيح قبل الفجر هو الركعتان اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الصباح، وركعتان في المساء، وصلاة القيام قيام الليل التهجد قبل طلوع الشمس اللي هم ركعتين دول، وقبل الغروب الركعتين اللي في آخر اليوم، ومن الليل فسبحه اللي إيه؟ كما قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به إيه؟ نافلة لك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا. ويبقى تسمية الصلاة تسبيحا مجازا، علاقته الايه مجاز مرسل، علاقته الايه الكلية والجزئية، اطلاق الجزء اللي هو التسبيح وارادة ايه الكل. زي مثلا ايه صليت ركعتين، ركعتين نسبة للايه للركوع، والركوع ده هو احد اعمال الايه الصلاة، ومعانا الاية وادبار الايه السجود، المقصود بالسجود ايه الصلاة، فسميت الصلاة سجودا. واضح يا جماعة ولا ايه؟ طيب لو التسبيح على بابه يبقى ايه؟ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اذكار الايه الصباح، وقبل الغروب اذكار المساء، ومنها اخذ ابن عباس أن وقت أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، ووقت أذكار المساء قبل غروب الشمس بعد العصر. تمام؟ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. دي يا جماعة الآية دي دليل على إيه؟ على أن الأذكار الواردة بعد الصلاة اللي احنا بنسميها تجوزا يعني ختام الصلاة جاء الأمر به في القرآن الكريم. أنت بعد الصلاة بتعمل إيه؟ تستغفر وتهلل وتسبح وتقرأ آية الكرسي والمعوذات، مش كده؟ فدي الآية هي وأدبار الإيه؟ السجود. وأدبار جمع ومفردها إيه؟ دبر. في قراءة وإدبار السجود.
المصدر من أدبره، ماشي كده؟ طيب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يضم بعضكم بعضا، القمر واضح مش محتاج ان حد ايه يعني، ما هو تضامون يعني ايه شيء بيبقى مش واضح فبتقعد انت تبص عليه وتمجج عينيك وما انتش عارف تشوفه، تقول تعالى يا فلان كده بص معايا كده، طب تعالى يا فلان جيب ثلاثة أربعة كل واحد يبص ويركز، وفي الآخر يقولوا إيه ده دليل على إيه يا جماعة؟ على عدم وضوح المرئي. وفي رواية: لا تضامون، يعني لا تتضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض. وفي رواية: لا تضارون في رؤيته. يعني لا تضارون في رؤيته يعني عينك ما توجعكش، أنت لما تبص لعين الشمس كده بتلاقي عينك دمعت، تقعد تحك في عينك كده وبعدين تيجي تبص حواليك ما تشوفش حاجه لغايه لما ها على بال ما ايه يعني تتظبط الحكايه معاك تاني، فانت اصابك ضرر من النظر الى هذه الشمس، مش كده؟ ادي لا تضامون، لا تضامون، لا تضارون في رؤيته. انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، تشبيه الايه؟ الرؤيه بالرؤيه، لا المرء بالمرء. ها، لا تضامون في رؤيته. ها، فمن استطاع ألا تفوته صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. جينا الحتة اللي توجع بقى، صلاة الفجر يعني مصيبة كبرى يا جماعة، ناس كتير بتقصر في صلاة الفجر، وبعض الناس ربما يعني بلغوا شأنا ومع ذلك ما بيصليش الفجر، هيشوف ربنا زي يوم القيامة. هذا ربما حرم من رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، فعشان تشوف ربنا يوم القيامة حافظ على ايه؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وخلي بالك الذي يترك صلاة الفجر لا يرجى خيره، عشان تبقى الكلام واضح وصريح، اللي ما بيصليش الفجر ده نفض يديك منه، ما فيهوش خير، واخد بالك؟ فعشان كده لازم نخلي بالنا من صلاة الفجر يا جماعة. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، اللي هو أدبار الايه؟ الصلوات كلها. البعض قال أدبار السجود بناء على ان التسبيح اللي هو الصلاة يبقى المقصود بها السنن الايه؟ الرواتب. بس ده طبعا ممكن يكون فين؟ ممكن يكون في الظهر والمغرب والعشاء، حتى ان البعض جعل السجود الالف واللام ليست للاستغراق وانما هي للعهد، اي هي صلاه مخصوصه وهي صلاه المغرب، وقيل المقصود بها صلاه الوتر. واضح طبعا ان التسبيح يشمل الصلاه ويشمل الفرائض ويشمل النوافل ويشمل الأذكار أيضا. ها، ذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يشكون الأغنياء يعني، يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، ويحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد. أهل الدثور لما أصحاب الأموال يعني. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ها أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم إلا من فعل فعلكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إيه؟ تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، فتلك 99، ثم تقولون تمام المئة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. رجعوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله علم إخواننا الأغنياء بما قلت ففعلوا كما فعلنا. قال إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 34 غفرت خطاياه ولو كانت إيه؟ مثل زبد البحر. ودي تكة تانية. إيه؟ الناس اللي بالمجرد الإمام ما بيسلم ما تلاقوش جنبه مشى. إيه ده؟ أنت فين؟ أنا عمري ما ننسى أبدا الأثر الوارد عن سعيد بن جبير رحمه الله لما كان الحجاج بيصلي جنبه قبل أن يتولى الإمارة، وبعدين الحجاج قايم على طول بعد ما سلم، فسعيد بن جبير مسك إيده ومرضاش يكلمه لغاية لما يخلص الأذكار اللي بعد الصلاة. لما جاء وقت مقتل سعيد بن جبير على يد الحجاج، الحجاج يقول له: إن قبضتك اليد هذه قد نفعني الله بها نفعا عظيما، أنت لما قعدتني بعد الصلاة وخلتني أقول الأذكار ربنا نفعني بها من يومها وأنا مواظب على الإيه. حاجة صعبة. الحجاج ده لغز محير صراحة، والله العظيم لغز محير جدا. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.